طيب دلوقتي يا باشمهندسين، انا عايز اعلمك او اعرفك على الخطوات الاساسيه اللي انت لما تيجي اشوف اي منشأ في الدنيا انا عايز اعمله على برنامج حساب، هي دي الخطوات اللي تعملها عشان تعمل. هم 6 خطوات تعملهم تقدر ساعتها ترسم اي رسمه او تحل اي حاجه على برنامج السير. طب الخطوات دي اللي هي ايه؟ اول حاجه اليونتس اند جريدز. يعني ايه اليونتس؟ انا اول حاجه عايز ارسم اي كاميرا في الدنيا، فعشان ارسم الكاميرا دي لازم احط حاجه ايه؟ اظبط اليونتس بتاعتي عشان اعرف انا هرسم بالمتر ولا بالسنتي ولا باي نوع، تمام؟ فظبطنا اليونتس، فاليونتس دي بتاعتنا ايه؟ خلاص. تاني حاجه اعمل ايه؟ جريدز. ايه الجريدز دي؟ اللي هي ايه؟ المحاور. خلاص، يبقى انا اول حاجه ظبطت اليونتس وبعد كده عملت الجريدز. تاني حاجه اعمل ديفاين للماتيريال. ليه بعمل ديفاين للماتيريال؟ احنا اتفقنا البرنامج ده بيشتغل بحاجه اسمها ايه؟ الفاينايت اليمنت اللي هي معتمده على الستيفنس ماتريكس، صح ولا مش صح؟ طب والستيفنس دي اللي هي كانت عباره عن ايه؟ في ايه؟ بتساوي ايه؟ على ايه؟ فانا لازم اعرف له الماتيريال سواء بقى خرسانه او حديد او القصه دي عشان هو يعمل ايه؟ عشان منها يقدر يحسب مين؟ الاي، صح ولا مش صح؟ تمام. يبقى انا كمان اعرف له الماتيريال، بعد كده اعرف له مين؟ السكشن. طب ليه اعرف له السكشن؟ اعرف له السكشن عشان يحسب منه الاريا، وبعد كده اعمل ايه؟ ابدا ارسم الضلع. فلما مجرد انا ما رسمت الضلع كده، صح ولا مش صح؟ يروح هو عارف الطول بتاعه، يبقى كده هو كون مين؟ الاستفنس، صح ولا مش صح؟ وكده بيني وبينك هو عارف يحسب الاستفنس، لكن عشان يكون الستيفنس ماتريكس لازم يبقى انت عارف الجوينت دي والجوينت دي والجوينت دي، يعني عارف دي رولر ولا دي مش، ودي فيكسد ولا رولر، صح ولا مش صح؟ فلازم يكون الكلام ده عشان على اساسها تتكون الستيفنس ماتريكس. فانا في الخطوه بتاعت الدرو دي انا رسمت الضلع وكمان حددت مين؟ السبورتس، حددت الايه؟ السبورتس. طيب بعد ما حددت السبورتس ابدا اعمل ايه؟ احط اللود، سواء بقى ديستريبيوتد او كونسنتريتد او ايا كان، اللود. واخر خطوه ان انا اعمل ايه؟ ارسم. في حد عنده مشكله؟ او اخر خطوه ان انا اعمل ايه؟ اطلع النتائج. يبقى هم كام خطوه؟ 6 ايه؟ 6 خطوات. الست خطوات هم عباره عن ايه؟ اول حاجه تمام نراجعهم تاني كده مع بعض، اظبط اليونتس، بعد ما ظبطت اليونتس عملت الايه؟ الجريد، وبعد ما عملت الجريد اخش اعرف الماتيريال واعرف السكشن، وبعد ما عرفت الماتيريال وعرفت السكشن اعمل ايه؟ ارسم، وبعد ما ارسم احط الخطوه بتاعت الرسم فيها السبورت، وبعد كده احط الاحمال، وبعد كده اعمل ايه؟ رن واخرج النتائج. اللي احنا عرفناه لحد دلوقتي عرفنا نخرج النتائج، عايزين بقى نعمل بقى ايه؟ اللي قبل كده ده كله، خلاص؟ طب تعالى ما نجرب كده على مثال صغير. ده نفس الكلام انا شرحه هنا اهو، بحيث انك حضرتك تعرف تراجعه. ده مثال اهو كويس وجميل. فعايزين ايه؟ نعمله ايه؟ نعمل المثال الجميل ده مع بعض، عايزين نعمل المثال الجميل ده مع بعض. تمام؟ المفروض ان احنا نعرف السكاشن وكمان ان احنا نعرف الماتيريال. انا هلغي الخطوه بتاعت تعريف السكاشن وتعريف الايه؟ الماتيريال. تمام؟ المفروض يتعمل بس مش هنعملهم النهارده. تمام؟ عايز ارسم الرسمه اللي قدامك دي. عشان ارسم الرسمه اللي قدامك دي اروح انا افتح برنامج مين؟ الساب. اقول له ايه؟ هقول له فايل نيو موديل، ثواني بقى كده بعد اذنكم. تمام. بص يا باشمهندس، يبقى انا هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ هبدا اعمل ايه؟ هبدا ارسم كاميرا جديده. طب انا عشان ارسم كاميرا جديده بقى انا عملت نيو موديل، هل ينفع اروح اختار من هنا من التمبلت؟ ما هي الكاميرا دي التمبلت اللي موجوده دي هي نماذج جاهزه، النماذج الجاهزه دي بنعملها لما تكون حاجه سهله، يعني اللي فاتت دي كانت سيمبل بي او 2 زي بعض او 2 والارقام بتاعتهم مختلفه، لكن هنا ده في واحده فيهم في حته فيها كانتليفر، في حته فيها كذا، فهيبقى صعب تعملها بالتمبلت. طب امال هعملها ازاي؟ هنختار حاجه هنا اسمها لا اما شاشه ايه؟ بلانك. يعني ايه شاشه بلانك؟ اعمل لي هات لي شاشه سودا خالص وانا هبدا ارسم عليها، فهختار من هنا شاشه ايه؟ بلانك. لو تلاحظ اليونتس زي ما هي وكل حاجه زي ما هي. اخترنا شاشة بلانك، اتفتح لي صفحتين، اقفل واحدة منهم، صح ولا مش صح؟ عايز أول خطوة اتفقنا إن احنا نعملها إيه؟ اليونت ظبطناها، يبقى تاني خطوة إن أنا أعمل إيه؟ الجريدز، صح ولا مش صح؟ طب الجريدز هعملها إزاي؟ هدوس في أي حتة فاضية كده كليك يمين وأقول له إيه؟ إيديت جريدز. في مشكلة؟
يبقى كليك يمين ايديت جريد، اضغط عليها كده. بيقول لك هل انت عايز تعمل سيستم جديد ولا هتاخد كوبي من سيستم معين ولا هتشتغل على السيستم الموجود تعدل فيه؟ احنا هنشتغل على السيستم الموجود نعدل فيه. خلاص يبقى هقول له ايه؟ موديفاي. ادوس له موديفاي كده. فبيجي يسالك في اول حاجه ايه هي الجريدز اللي في اتجاه اكس، وايه هي الجريدز اللي في اتجاه واي، وايه هي الجريدز اللي في اتجاه زد. خلاص. وعنده طريقتين للشغل، عنده طريقتين للشغل كاتبهم لك على جنب اهو، حاجه اسمها اوردينيت وحاجه اسمها سبيسنج. ايه الفرق ما بين الاوردينيت والسبيسنج؟ قال لحضرتك الاوردينيت هي طريقه بتتعامل مع المحاور، والسبيسنج برضو طريقه بتتعامل مع المحاور. طب اعرف الفرق ما بينهم ازاي؟ بص لي كده، دي المحاور بتاعت حضرتك، ادي عندك محور هنا صح، وعندك محور هنا، وعندك محور هنا، وعندك ايه محور هنا. يبقى انا عندي كام محور؟ اربع محاور. اربع محاور في اتجاه محور مين؟ انت عارف ان هنا ده كده اكس، وهنا ده مين؟ زد. هنشتغل على اكس وايه، واكس وزد. فلو انا عشان اقول لك بقى دخل لي المحاور اللي انا بتكلم فيها دي، عشان اقول لك دخل لي المحاور، لو جينا نتكلم كده مع بعض، فانت هنا المحور ده رقمه كام؟ صفر. عند نقطه كام؟ صفر. وده عند نقطه كام؟ خمسة صح. وده عند نقطه كام؟ 11. وده عند نقطه كام؟ 13. في حاجه صعبه؟ مش دي نقطه صفر حضرتك؟ مش ده نقطه صفر؟ دي المحاور الاكس و الاكس و زد، ادي اكس وادي زد صح؟ يبقى دي نقطة الصفر والصفر. المحور ده مشيت في اكس قد ايه؟ المحور ده مشيت في اكس قد ايه؟ 11 5 و6. المحور ده مشيت قد ايه؟ 13 صح ولا مش صح؟ يبقى انا البيانات اللي هدخلها له هي 0 5 11 13 صح ولا مش صح؟ دي الطريقة دي اسمها طريقة مين؟ الاوردينيت. واحد كمان؟ في طريقة تانية أسهل اسمها طريقة السبيسنج. تفرق ايه طريقة السبيسنج؟ قال لك طريقة السبيسنج دي بدل ما احنا عمالين نجمع واحد يتلخبط، بدل ما اصلا 5 و6 11 يطلعوا معاه 13 يروح مبوظ الدنيا. فبنعمل ايه؟ هنا المسافة كام؟ هنا المسافة كام؟ هنا المسافة كام؟ 2. يبقى ادخل 5 و6 و2 واختم بالكام؟ بالزيرو. يبقى طريقة الاوردينيت، طريقة الاوردينيت الأولانية دي لازم أعمل ايه؟ 0 5 11 13. صح الكلام؟ اجمع انا بدماغي. الطريقه الثانيه انا بدخل اللي هي بتاعت السبيسنج، السبيسنج يعني المسافات اللي ما بين حاجتين. يبقى السبيسنج هنا كانت كام؟ 5 6 2. في مشكله؟ والاخر اختم بصفر. تعالى اما نعمل بقى الكلام ده على البرنامج. لو جيت هنا كده عشان اعمل الكلام ده على البرنامج، انا شغال بطريقه مين؟ الاوردينيت. هبدا اضيف نعم اصلا كليك يمين edit grid data، كليك يمين edit grid data، بعدين ادوس له modify. حلو. ابدا بقى اعمل المحاور بتاعتي. انا عايز كام محور في اتجاه اكس؟ لسه عندهم اربع محاور. اول محور كان كام؟ زيرو. وبعدين 5 11 كام؟ 13 صح كده. واسميهم اديهم اسماء، مفيش حاجه اسمها grid id مكتوبه جنبك اهي. ايه رايك نسميهم A B C D؟ في حد عنده مشكلة؟ في اتجاه زد مش عايز حاجة، وفي اتجاه واي ما كنتش عايز حاجة، أصل ما فيش هي أصلا رسمة إيه؟ صح ولا صح؟ هي خط واحد، فمش محتاج المحاور التانية في إيه؟ فعلا. لو محتاجة كنا إيه؟ كنا عملناها. كده أنا اشتغلت معاك بطريقة مين؟ الأوردينيت. في مشكلة فيها؟ طيب، يبقى أنا هقول له إيه؟ أوكي. اوكي تلاقي المحاور ظهرت قدامك. طبعا انت مش شايف حاجه لان انت واقف فين؟ في 3 دي. احنا راسمين المفروض في اي مستوى؟ اكس وزد. ادي اكس وزد، راحت المحاور ظاهره قدامك. في مشكله؟ في حد عنده مشكله؟ يبقى انا كده عملت اي خطوه من الخطوات بتاعتي؟ خطوه رقم 2 صح ولا صح؟ المفروض اخش اعرف ماتيريال، ديفاين ماتيريال بعديها، وبعد كده اعرف سيكشن. بس انا هعرف الماتيريال والسيكشن عشان هو يحسب الاون ويت. طب انا اصلا احنا مش احنا في الاخر عملنا ايه في الاون ويت؟ ما انا لغيته صح ولا مش صح؟
مش انت هتعرف الماتيريال والسكشن عشان هو يحسب الاون ويت؟ ما هو الاون ويت اللي هو ايه؟ مش الجاما كونكريت في في التي او الجاما كونكريت في البي، فانت بتدخل له السكشن وبتدخل له البيانات بتاعت الماتيريال يروح هو حاسب الاون ويت. طب ما انا في الاخر انا اصلا كنت هعمل ايه؟ انا هحط الاون ويت بكام؟ اقول له خد الاون ويت بصفر، فخطوه ديفاين ماتيريال والديفاين الثانيه دي انا مش محتاجهم دلوقتي. يبقى ننقل على الخطوه اللي بعديها اللي هي كانت بتاعت مين؟ الدرو، صح؟ انا عايز ارسم، هرسم ايه؟ كامر. فممكن اجي انا طالما عايز ارسم هرسم منين؟ درو، صح الكلام؟ واقول له ايه؟ درو ايه؟ فريم. بص بقى معايا، هختار درو فريم، فيبدا ايه؟ يقول لك ارسم. سيبك من الكلام ده اهو، ارسم. ادي نقطه اهي، وادي نقطه اهي، وادي نقطه اهي، وادي نقطه اهي. في مشكله؟ طيب تاني كنترول ايه؟ كنترول زد، ونبدا نرسم تاني. في حاجه اهو، بدل ما جبتها من درو الكلام ده، ممكن اجيبها منين؟ من هنا اهي، واروح راسم من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا. في مشكله؟ في طريقه اسهل؟ اه في طريقه اسهل. في دي كانت اسمها ايه؟ درو. في حاجه تانية اسمها ايه؟ كويك درو. طيب مش انت شفت من درو في ايه؟ درو، صح الكلام؟ دي درو، دي اللي هي اول واحده اسمها ايه؟ درو فريم اللي هي موجوده عندي هنا. في تاني واحده اسمها كويك درو فريم. لو انا اخترت كويك درو فريم دي كده، وقمت ماسك دول كده فاتح كده، راح رسمهم كلهم مره واحده. فهمت ولا تاني؟ اهو تاني كنترول زد، جبت انا اهي، شايفين العلامات وكده ولا مش شايفينها؟ دي اول واحده درو فريم، تاني واحده كويك درو فريم. درو فريم لو انا جبتها هبدا ارسم من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا. في مشكله؟ ممكن اروح ماسح الكلام ده كده كله واعمل ايه؟ التانية اللي هي كويك درو فريم، واروح فاتح ايه؟ عليها مستطيل بس كده، اعمل لها سيلكشن، فهو بيرسم ما بين المحاور. اتفضل. اسمها جريد، جريد دي اللي هي ايه؟ محاور اللي هي الاي والبي والسي والدي فقط. فهمتني؟ يرسم المحاور. عارف انت لما بتيجي ترسم في الاوتوكاد مش اول حاجه بتعملها ايه؟ قبل ما تشد اي خط بتعمل ايه؟ بتعمل محاور في اكس ومحاور في واي اللي هي الاكسات بتاعتك، وبعد كده الاكسات دي هي اللي بتسهل عليك الشغل وبتبدا ايه ترسم. هل الاكسات دي تعتبر من رسمه؟ لا. فاحنا في الاول عملنا الاكسات، دلوقتي بنرسم. يبقى انا كده الحمد لله عملنا ايه؟ اخيرا ايه؟ رسمنا الرسم. اجي على الخطوه بعد ما رسمنا، عشان اطلع من الامر بدوس اسكيب، عشان اطلع من الامر بدوس ايه؟ اسكيب. دوست اسكيب كده طلعت من ايه؟ من الامر. نعم. الاكسات بتاعت الواي والزد، عشان هي اصلا الرسمه كلها فين؟ في الاكس. انت عايز في الواي والزد في ايه؟ ملهاش لازمه، بعد كده هنحطها في حاجه في رسومات ثانيه، بس دلوقتي انا مش عايز. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ ابدا الاول احط الايه؟ السبورتس. ابدا الاول احط السبورتس. فانا عندي سبورت هنا، فاروح محدد النقط. ركز بقى معايا في الحته بتاعت السبورت دي. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ برضو تخصيص نقطه معينه عايز اخصص لها سبورت. فهاجي كده على اساين جوين، صح ولا مش صح؟ واختار حاجه اسمها ايه؟ ريسترين. ريسترين دي فاكرين لما كنا بنرسم من شويه بالتمبلت، قلت لك لو علامه صح على علامه الريسترين دي هيحط هو، فالريسترين دي مقصود بيها ايه؟ السبورت. فانا اختار اساين، بعدين جوينت، بعد كده ايه؟ ريسترين. اختارها هيروح ظاهر لك الايه؟ اشكال السبورت اهي. هتختار بقى فيكسد واقول له ايه؟ ابلاي، اوكي، يروح رسم. بعد كده اختار النقطه اللي بعدها كان عندها ايه؟ رولر. يبقى ازاي بقى؟ ساين جوينت ريسترين، واروح حاطط رولر واقول له اوكي. وبعد كده هنا نوعها هنجد، يبقى ايه؟ اساين جوينت ريسترين، واروح مختار ايه؟ تمام. ممكن بقى بدل ما كنت كل شويه اعمل واخرج اعمل واخرج اعمل واخرج، تمام، بدل ما تدوس اوكي تدوس ايه؟ ابلاي. يعني ايه ابلاي؟ ده بيخليك تختار الحاجه وتفضل في نفس الامر. يعني ايه كده؟ بص يا سيدي، انا هم محدد دي، حددت النقطه دي، واقول له ايه بقى؟ اساين جوين ريسترين، واقول له اول واحده كانت فيكسد، بص كده اهي، واقول له ايه؟ ابلاي. وبعد كده حدد النقطه الثانيه كانت رولر، صح؟ ابلاي. وبعدين احدد النقطه الثالثه كانت هنج، واقول له ابلاي، واقول له اوكي. كده احنا الحمد لله رسمنا الرسمه بتاعتنا، صح؟ بعد كده اخش على الخطوه بتاعت اللودز، ان انا احط الاحمال. طب احط الاحمال، اول حاجه عندي هنا
concentrated load على الكمر الاولانيه، فاروح اعمل ايه؟ واحده واحده اسلكت الكمر اخترتها فيها مشكله، وبعد كده انا عايز احط عليها لود، يبقى اعمل ايه؟ assign، يبقى assign frame load، مش عايز تحط لود على فريم، يبقى assign frame load. نوعه بقى distributed ولا point؟ point، اختاره point. فبيجي يسالني القيمه بتاعته محطوطه فين؟ شايف بقى دي؟ احنا خلاص كل اللي فوق ده عرفناه، المشكله هنا، المشكله هنا في حاجتين، حاجه اسمها الريلاتيف ديستنس وحاجه اسمها الابسولوت. ايه الفرق بين الريلاتيف ديستنس والابسولوت؟ انت دلوقتي عايز تحط القيمه دي فين؟ في نص الكاميرا، صح ولا صح؟ نص الكاميرا دي ممكن اقول احطها لي في نص، فيبقى انت هنا كده الريلاتيف ديستنس هخلي دي بدل ما هي ربع اخليها مثلا نص، واحط قيمه الايه؟ الحمل وخلاص. او الحاجه الثانيه اللي هي اسمها الابسوليوت، فانا اشوف الكاميرا بتاعتي، الكاميرا بتاعتي كان طولها كام؟ 5 مللي، نصها يبقى كام؟ 2.5، فاروح دايس على الابسوليوت واكتب له هنا كام؟ عند 2.5 مللي، احط لي حمل واقدر اقيس. تمام؟ اه مش انت انت من اللي مش هتقعد بس لسه مش هيفتح اصلا. تمام؟ يبقى انا بعمل سيلكت وبعد كده اختار كام. بيبدا بقى من الشمال او من اليمين على حسب انت اصلا رسام ليه، فاحنا كنا راسمين من الشمال، فهو بادئ من ايه؟ من الصفر والصفر. تمام؟ فاحنا دايما برضو بنشتغل على مين؟ انا دايما اشتغل على مين؟ على الريلاتيف، صح الكلام؟ انا كده في نص الايه؟ في نص الكاميرا، والحمل كان مقداره كام يا باشمهندس؟ 3، اروح حاطط هنا القيمه كام؟ 3، وادوس اوكي هيطلع الرقم غلط. اهو، اوكي ابلاي، اوكي الحمل، مظبوط كده ولا صح ولا غلط؟ اول حاجه صح عادي، مش هنطلعش غلط بس خلاص صح. تمام؟ ليه صح بقى؟ طيب افرض كان طلع غلط وعايز اشيله، هو طلع صح ماشي، افرض كان طلع غلط وانا عايز اشيله، فكل عليا ان انا اختار كده، اخترت الكاميرا عايز اشيل الحمل ده، اختارها ازاي بقى؟ ساين فريم لود بوينت لود، واخليه ايه؟ ديليت، واقول له ايه؟ ابلاي، يروح ايه؟ شايل الحمل. لو جربت تعمل اي حاجه هنا دلوقتي مش هيعملها، لازم اعمل ايه؟ سيلكت، وبعد ما سيلكت هقول له ايه بقى؟ اد، ادي اللود، نوع ديد لود جلوبال في اتجاه الجرافيتي، نوع فورس، تمام، عند نص الكاميرا، تمام، قيمته كام؟ 3. انا كنت المفروض ندخله سالب 3 بس هو عاملها هنا ايه؟ جرافيتي، فخلاص طالما هي جرافيتي يبقى ايه؟ 3. الجرافيتي دي دايما اتجاهها لايه؟ لتحت. هقول له ايه؟ ابلاي، اوكي. نعم دي هنشوفها ليه في قيم 1 2 و3 و4؟ بص يا باشمهندس دي عشان لو انت عايز تدخلي اكتر من حمل، يعني ببساطه شديده يعني حضرتك ادي الكاميرا بتاعتك اهي، تمام، فانا الحمل اللي انا كنت حاطه كان فين؟ في النص، فاحنا كده قلنا كان فيه النص وتحتيه كنت الحمل اللي هي كام؟ 3. فين بقى كان في حمل هنا؟ الحمل ده مثلا على بعد قد ايه؟ 75%، فهو كاتب هنا كام؟ 75، واحط قيمة الحمل ودي اقول كام؟ 4. الله ينور عليكي، يبقى هو مدخل لي كان في اربع اماكن عشان اقدر ادخل كام حمل في المره الواحده؟ 4 احمال، يعني لو الكاميرا دي عليها 4 احمال كده اعرف ادخلهم كلهم مره واحده. ده مثلا على بعد 1/10، ده على بعد نصف، ده على بعد 75، ده على بعد 85، يبقى انا ادخل القيم اللي هي كام؟ 1/10 ونص، اقصى حاجه 4. بعد كده تعمل ايه؟ تطلع من الامر، تمام، وتعمل ايه؟ وتدخل الايه؟ الباقيين، تمام. بس هو اقصى حاجه المره الواحده تعمل 4. يبقى انا كده حطيت اول حاجه، سهله ولا صعبه القصه دي؟ الحمد لله ايه، سهله. طيب بعد كده عملنا دي، اعمل الثانيه بقى اللي هي الكاميرا اللي في النص. هتيجي على الكاميرا اللي في النص حضرتك اهي، قمت محددها. ها حد يقول لي كده الخطوات؟ assign frame load point ولا distributed؟ distributed قيمته كام؟ 2.5، اقوم كاتب 2.5 واقول له apply وايه؟ اوكي. الحمل اتحط والتاني اتشال، هو ما اتشالش ولا حاجه، هو موجود. طب اتاكد ازاي ان هو موجود؟ ممكن تيجي هنا كده تعمل له سيلكت، كليك يمين عليه هيروح فاتح لك القائمه دي.
فادي دي البيانات بتاعتك، ده السكشن اسمه سكشن واحد، والقصه دي كلها تيجي هنا في حاجه اسمها فوق ايه لودز، فيروح كاتب لك اه ده انا هنا انت حاطط بوينت فورس مقدارها 3 عند بعد كام؟ 2.5 متر. يبقى انا كده اتاكدت ان اللوب بتاعي موجود، وهوريك تظهرها ازاي على الرسمه تاني، بس انا كده اتاكدت ان اللوب بتاعي موجود. باقي اخر حاجه اللي هم دول، صح؟ طب دول احطهم ازاي؟ هروح مختار دي احمل عند ايه؟ عند جوينت، فاقوم مختار الجوينت بتاعتي واعمل ايه؟ ساين جوينت من هنا؟ لا، جوينت ايه؟ جوينت لود. فورس ولا ديسبليسمنت؟ في مين اللي كان بيسالني على الديسبليسمنت؟ في واحده اسمها فورس اهي، واحده اسمها ديسبليسمنت. انا دلوقتي شغال ايه؟ فورس. طيب قيمتها كام؟ اولا انت عايز تشتغل في اللوكال ولا في الجلوبال؟ انا اشتغل في الجلوبال عادي، مش هتفرق معايا هنا حاجه، تمام؟ قيمتها كام؟ بالظبط، انا عندي في الزد سالب 1.4، وعندي في الاكس سالب 4. ليه سالب؟ لان المحاور بتاعت حضرتك ماشيه كده، ده الاكس وده مين؟ الزد. فانت في سالب الزد وفي سالب الايه؟ الاكس. هقوم جاي من هنا، يبقى الاكس كانت سالب كام؟ سالب 4، والزد كانت سالب كام؟ سالب 1.4، واقول له ايه؟ ابلاي، واقول له اوكي، اترسمهم زي ما انت عايز. راح شايل مين؟ الديستريبيوتد لود، لكن هو ماله؟ هو موجود. لو جيت عملته كده كليك يمين وجبت من اللود، قايل لك اهو ان انت عندك قيمه اسمها ايه؟ ديستريبيوتد لود، مقدارها كام؟ 2 وايه؟ 2.5. تمام؟ عايز تظهر كل الاحمال تيجي من عند قائمه ديسبلاي، تمام؟ شو اوبجكت لودز، وتقول له ايه؟ فريم. تضغط عليها كده وقول له ابلاي، المفروض ان هو ايه؟ يظهر لك كله. تمام كده؟ في حد مش فاهم حاجه؟ انا عملتها بالعافيه، ما اعرفهاش اصلا، ده جاب الصدفه يعني. ماشي، من هنا كده. شو اوبجكت لود اساين، خلاص. ان هي تختار مين؟ فريم، في مشكله؟ خلاص تمام، الحمد لله. بعد كده يبقى ايه؟ ان انا احل، بس لو حليت دلوقتي هيطلع الحل غلط، لازم تعمل ايه؟ فاكر القصه بقى بتاعت الايه؟ اخلي الاون ويب بايه؟ بصفر. اعملها منين؟ ديفاين لود باتن، واخلي ده السيلف ويت مالتي بلاير بدل ما هو واحد اخليه ايه؟ بزيرو، واقول له موديفاي، واقول له اوكي، واروح اعمل ايه؟ رن. هيحل ولا مش هيحل؟ مش هيحل، هيقول لك اعمل له ايه؟ اعمل له سيف الاول. فاروح دايس كده واقول له رن، هيقول لي اعمل له سيف. هنسمي دي مثلا بيم 2 وتقول له سيف، هيبدا يحل ويطلع لك الديفورمد شيب. اتفرج بقى عشان تحب الحاجات دي اهي، حلو كده. على فكره بيطلع صوت وانا اللي موقفه، بيطلع صوت، بيطلع موسيقى جميله قوي، بس انا موقفه والله، في مشكله. ده كده المنظر بتاع الايه؟ الديفورمد شيب. زي ما قلت لكم فكروني ما فكرتنيش، فايه فكروني بقى المره دي ان انا اوريكم ايه ازاي تجيب قيمه الديفليكشن عند كل ايه؟ عند كل نقطه. ابدا اعمل ايه دلوقتي؟ اعرض النتائج بتاعتي. اعرض النتائج بتاعتي ازاي؟ من هنا من الجوينت، ابلاي، اوكي، راح مطلع ايه؟ راح مطلع لي قيم الرياكشن. القيم دي انتوا شايفينها ولا مش شايفينها؟ صغيره شويه، صح؟ عايز تكبرها، تكبرها منين؟ تيجي من اوبشن كده، وبعد ما تيجي من عند كلمه اوبشن، استنى بقى ما افتكر عشان هي كانت هنا، ما انا مش شايفها والله يا احمد. اول واحده دايمنشن، وتروح من ايه؟ مكبره. بدل ما هي كام وكام تبقى كام وكام؟ 8 مثلا، خليها مثلا 15 و10. دي اللي هي الماكسيمم جرافيك فونت سايز والمينيمم جرافيك فونت ايه؟ سايز. تقول له اوكي، تلاقي ايه؟ كبروا كده وكويسين. في مشكله؟ حد عنده مشكله؟ بعد كده عايزين نعمل ايه بقى؟ نرسم مومنت، تمام؟ او اول حاجه الاكسيال فورس، ادي الاكسيال فورس اهو، وتقول له اوكي. الاكسيال فورس ده صح ولا غلط؟ بص كده على الرسمه، اه انا اصلا هنا ده كده ايه؟ مفيش غير كومبريشن 4، تمام؟ وهيترد عليه من هنا رياكشن بكام؟ ب 4، والباقي ده كله هيطلع عليه 0، تمام؟ انا عايزك بقى ان شاء الله لما تروح البيت تطلع لك كام كاميرا كده تكون انت عارف حلهم، تمام؟ وتحلهم بالبرنامج وتقارن لي النتائج ما بين ده وده عشان تشوف هل اللي انت بتعمله ده صح ولا مش ايه؟ ولا مش صح، تمام؟ اه عشان تعرف تحل الشيء ده. خلاص كده عملنا مين؟ دي. عايزين نعمل مين تاني؟ الشير. هطلع شير 2 2 ولا 3 3؟
اتنين اتنين، وانا مظبط السكيل اهي عشان يطلع نفس الرسمه اللي احنا عارفينها، واقول له ايه اوكي. لو تلاحظ الشير هنا كده طالع بكام؟ 1.4، بص لي عليه كده صح؟ 1.4 ويمين ونازل، يبقى المفروض ايه؟ موجب، يبقى مرسومه صح 1.4. وبعدين الجزء ده في ديستريبيوتد لود يعني حمل موزع، وبما انه في حمل موزع يبقى لازم يطلع خط صح ولا مش صح؟ فادي فعلا طالع في ايه؟ في خط هنا عشان في رياكشن، فلازم يبقى في ايه؟ دروب صح؟ فموجود. وهنا نفس القصه، في حد عنده مشاكل؟ هي كده صح. كنا بنعملها ازاي؟ بنعملها من هنا كده اهي تحت، بدل ما هي السكيلينج فور دايجرام، بدل ما هي اوتوماتيك تخليها ايه؟ يوزر ديفايند، مش مشكله؟ تمام. بعد كده نعرض المومنت واقول له ايه؟ ابلاي، واقول له ايه؟ اوكي. ها الرسم صح ولا غلط؟ اكيد الرسمه دي غلط. ليه؟ عشان احنا هنا بس نسينا نعمل القصه بتاعت السكيل، انت كده مخرجه على السكيل ده، المفروض تعمله ايه؟ قال لي اوتوماتيك بقى زي ما هي. ساعتها ايه؟ الرسمه صح. القيمه هنا 2.8 صح ولا مش صح؟ لو جينا حسبناها بايدنا كده، ادي 1.4 في 2 ب 2.8، ودي لسه من فوق، يبقى ترسم فين؟ تترسم فوق، يبقى الرسمه دي مظبوطه. هنا الجزء ده في بارابولا، فاتعمل ايه؟ البارابولا بتاعته. هناك في قيم الموت صغيره اهي، وهتفضل ثابته، يبقى الرسمه دي بالنسبه لي مظبوطه. عايز تجيب بقى القصه بتاعت الديفليكشن اللي انا كنت بقول لك عليها، لو جيت حددت الكاميرا دي كده تمام، ركز معايا، انا حددت ايه؟ كاميرا منهم، قمت دايس كليك يمين تمام، راح جايب لك ايه بقى يا باشمهندس؟ جايب لك كل حاجه انت عايزها، جايب لك القيمه بتاعت الشير صح الكلام، جايب لك القيمه بتاعت المومنت، جايب لك القيمه بتاعت الديفليكشن. عايز اقرا الديفليكشن عند اي نقطه؟ بص كده اهي، فين اقصى ديفليكشن؟ اهو اقصى ديفليكشن اهو، كان قيمته كام؟ علامه 0.0024، يعني تقريبا 2 ملم تمام. عايز تجيب القيمه الماكسيمم على طول، ممكن تروح شايف هنا دي كده شو ماكسيمم، راح جايبها لك اهو، ده الديفليكشن الماكسيمم 2.4 ملي. عرفناها القصه دي ولا ما عرفناهاش؟ يبقى جاب لي الديفليكشن الماكسيمم والمومنت الماكسيمم والشير الماكسيمم. وانت كنت لما بتروح تصمم اي كاميرا في الكليه كنت بتحتاج ايه؟ عايز الماكسيمم مومنت والماكسيمم شير صح ولا مش صح؟ وفي الاخر بتعمل تشيك على الماكسيمم ديفليكشن، فانت عارف الماكسيمم ديفليكشن اللي جاي هنا، تحسبه بايدك، تقارن بقى القيمه الالاوبل بالقيمه الاكشوال، وتعرف كل حاجه. سهله ولا صعبه القصه؟ فاهمين طيب؟ ماشي، يبقى كده حلينا المثال ده كمان.